الو، قرارات للسياحه من قرب شلالات شاكي، تابعونا. اليوم جولتنا توجهنا الى تلفريكات داتيف، وانهينا الجوله في داتيف، والان نحن قرب شلالات شاكي. هذا الطريق المؤدي الى الشلالات. شلالات شاكي تقع في سيونيك. سيونيك تبعد عن يريفان تقريبا 225 كيلومتر. لزيارة الشلالات يستوجب عليكم زيارة داتيف. أنا قبل شوية كنت أنقل مباشر من قرب التلفريكات، بصراحة انقطع النت عندنا، الحديث توقف. أريد هسا أعيدها وأكمل لكم إياها. لزيارة هذه المنطقة عندنا اختيارين، أما نخرج في الصباح الباكر ونتوجه من يريفان الى مقاطعة سيونيك او سيسيان حتى نوصل التلفريكات بعد 5 ساعات، فاما نعود بنفس اليوم او نبقى ليلة واحدة على الاقل في منطقة غوريس او داتيف او اي مكان مناسب، نقضي الليلة لكي نستأنف رحلتنا في اليوم الثاني لزيارة الأماكن الأخرى، علما أن هذه المنطقة فيها الكثير من الأماكن التي تستوجب زيارتها. هذه إحدى الشلالات اللي هي شلالات شاكي، راح نقترب منها ونصور لكم إياها، وممكن نزور في هذه الجولة أيضا كاراهونج، أقدم مرصد فلكي بالتاريخ، قدمنا تقرير عنها قبل كم يوم، وممكن أيضا زيارة الجسر المتأرجح. هذه الطبيعة هنا، هذه الطبيعة المحيطة بشلالات شاكي. اليوم في جولتنا رافقنا عوائل قدموا إلينا كما ذكرنا من المملكة الأردنية الهاشمية، وبصراحة أنا حسيت بأنهم استمتعوا بالجولة بالإضافة إلى اعترافهم. الجولة شوية بعيدة وطويلة لكنها ممتعة. أريد أفاجئكم بهذا الشلال، إحنا دائما نقلنا لكم مشاهد من شلالات جيرموك. قبل أسبوع صورنا هذه الشلالات وعرضناها في تقرير على اليوتيوب وعلى صفحتنا بالفيسبوك. اليوم إن شاء الله ننقلكم إياه مباشر على الهواء. أريد أذكركم دائما تقدرون تتابعون تقاريرنا من خلال قناتنا على اليوتيوب، قناة أرارات للسياحة، وتقدرون تتصلون بنا عبر الرقم المعروض مع كل تقاريرنا. أمتار قليلة تفصلنا عن شلالات شاكي. أعتقد بديتوا تشاهدوا الشلال، سنقترب أكثر. ابقوا معنا، وصلنا إلى الشلال. وها نحن هوب 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 أرارات السياح راد يوقع بالوادي. وها نحن أمام شلالات شاكي. أوكي، استمتع بهذه المشاهد الجميلة. يلا تور بيش في لايك. ها هي شلالات شاكي. قرارات السياحة يحييكم من هذا المكان الرائع.
نحن قرارات للسياحة هكذا نتميز عن غيرنا، نزور الأماكن المميزة. إنها مسافة طويلة قطعناها، لكن الصراحة يستحق التعب، والقرار لكم. هذا الماء طبعا ده يوصل علينا فد شيء رائع. وين من باقي العشاء؟ السيد إبراهيم أحد السواح اللي اليوم رافقناهم. اخ ابراهيم انت على الهواء مباشر، يا اهلا وسهلا. مع قرارات للسياحه، يا ميت مرحبا. عن جد شنو رايك بالجوله مالت اليوم؟ يعني جوله اليوم من اروع المحلات اللي زرتها في العالم. ما شاء الله، شيء حلو ما شاء الله. شيء بجنن، اول مره تلفريك، اكبر تلفريك في العالم. نعم، كثير الفيو كان حلو، شيء بعقد. هلا احنا بالشلالات، شيء روعه، شيء طبيعي طبيعي، منه صناعي. مش صناعي، هو كل شيء هنا طبيعي. شيء طبيعي، رائع. انا مبسوط، وسبشلي معنا الجايد هاي اللي هو اللي بيطلع ارمينيا لازم يحكي معاه. الله يخليك حبيبي، تسلمي. وتشجع جماعتك معارفك بزياره ارمينيا؟ طبعا طبعا، تستوجب الزياره. ما صار شيء معناته. شكرا جزيلا للاخ ابراهيم. طبعا ارمينيا للمعلومات ارض النبي نوح عليه السلام. والسبب لانه سفينه النبي نوح رست على البارات بعد الطوفان، ومن هنا بدأت البشرية. ونحن الآن قرب شلالات شاكية. ابقوا دائما معنا، نحن أرارات للسياحة، نرحب بكم جميعا.